Hello guys. Guys, ما بذكر امتى اخر مرة حملت ماي كاميرا. يعني I'm so inconsistent بماي شانل. يعني لازم ننزل لانه انا كتير انا محتوايا او like my content is مثل فلوجات وانا كتير بظهر وفيني كتير اعمل فلوجات بس guys انا عم ضل انسى. ما عندي عذر صراحة. Guys والله انه لما يكون عندكم شانل بيكون كتير stressful لانه مرات بكون بدكم انه يو ليف ذا مومنت اوكي مش دايما بدكم تصوروا كل شيء بس بعدين بتتذكروا انه انا شو بنزل انا اللي بنزل فلوجات لانه انا بحب صور فلوجات فكمان يعني ما في كثير عيشه انه انا ام ليفينج ذا مومنت عرفتوا فاتس شوي ولا اتس سو هارد ام نوت جوكينج والله جايز عن جد اتس كثير صعب حتى على فكره على انستغرام حتى على كل مكان يعني انا ماني اكتف كثير بس اوكي anyways so هلا رجعت بهالفيديو اول شيء ححط لكم كليبس لما الصبح رحت اعمل بي سي ار شكرا ايكو قاعد هلا الوضع اوكي هاي ما فتحته ما اعرف اذا حاخذها ما اعرف بدي اخذ الصغيره او هاي ولا كلهم وهون عندي مايوهات و وهيك اشياء ما بعرف اصلا ما بعرف شو في هون لك انا ضايعه قد ما مبين انه انا ضايعه لك هون هيك في كثير اشياء انا عم جدل اضيعها ما بعرف بشو بدي اسافر ولا شيء ف كثير بشع هيك انه انا ما عارفه شو بدي اعمل بالمره اوكي فانا بماي نوتس كاتبه اوتفيتس اوكي باي ذا واي انا رايحه على دبي رايحين سينيور تريب سينيور تريب بالعاده المدرسه بتعملكم اياها بس نحن مدرستنا هالسنه ما عملتها لانه كورونا او لانه بطلوا يعملوا صراحه ما بعرف بس احنا قررنا نحن كستودنت او كطلاب نحن بدنا نعملها لانه مثل تراديشن يعني كل سنه لما حدا يتخرج بيعملوا هيدي السينيور تريب فقررنا نعملها ومش كل الجريد رايحين يعني مش كل الدفعه بس في لك تقريبا النص او هيك شيء مع رفقاتي يعني بيسكلي which is cool بيعملوها انه لانه اخر سنه بالمدرسه فانه مثل ما بعرف انه مثل سينيور تريب ما بعرف عن جد ما بعرف انا كثير بنسى اصور لما اكون مع ماي كازنز هن بيسكروني اصور لانه هن بيطلعوا بفلوجات كثير وهيك هن اصلا بحبوا يصوروا معي بس وقت اكون مع ماي فريندز في منهم بيصوروا معي في منهم ما بحبوا يظهروا which is عادي يعني their choice بس انا 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 حتى انه انا بنسى كثير يعني حتى قد بتكون معي الكاميرا بس بنسى اصور شو عم بعمل لانه بكون انه مثل مع رفقاتي وهيك وبكون كثير لاهي عرفتوا ما بعرف انا بدعي انه ما انسى لانه انا كثير بحب اي دوكيومنت سفرياتي والله عن جد لانه عن جد انا بعدين برجع بحضرهم يعني انا لهلا بحضر قد ما هو كرنج وقد ما انا صوتي كان كثير بشع من كم سنه بعدني بحضر سفرياتي اللي من 4-5 سنين والله فانا اي ونت تو صور كل شيء ام تراينج والله بحس ما فرجيتكم بس انا قصيت شعري كثير منكش ليكو شكله بس قصيته كل ما يطول شعري بقصه يعني ما بتذكر امتى اخر مره خليته عن جد يطول لايك يطول بحريته بلا ما انا ضل قصقص فيه والله وهلا رح احط لكم الكليبات اوف لما قصيت شعري لانه صورت بس انه ما بيعملوا فيديو اتس انا وعم قص شعري يعني فمشي شو شو لايك ذا كول بارت رح نكمل بس والله it's good بس exactly where you wanted it كويس شعري حتى خلي لك شعري انيويز كثير عم بحكي عشان احطكم بمحل يعني ساعة واحدة وانا قلت حبلش ضل ساعة 11 ونص ف which I did not هول الاشياء ضبطتهم انا من يومين يعني هلا عن جد كان كفي يعني الفكرة من اللي عم اقوله انه انا ما بشهل او ما بخلص اغراضي الا لما اصور او احكي مع حدا هلا كنت عم دق على رفيقتي ساندرا بعدين قررت لا ليه دق الا يعني خليني انا اخلص وصور فيديو صور فيديو لانه صرت حاكي يمكن 10 دقايق متواصل بلا سكت فهالوقت كان فيني يمكن كون خلصت بايتس من شنطتي تعال هلا وحده خلينا نشوف امتى بخلص انا ما بحس بخلص قبل 3 الصبح بس خليني اشوف شو بصير معي اول شيء هيدا فورمال بنطلون كنت ماخذته بس قررت ما بدي اياه لانه بعرف انه ما حلبسه
وصراحة يعني شنطتي مش ناقصة نزيد أشياء. هيدا الشورت كان عن بابا كذا، أنا عندي بيتين إذا ما بتعرفوا. كان في كذا شغلة ببيت بابا، فاليوم جبتهم لأنه بدي اياهم للسفرة، لأنه صيف. قليل ما ألبس جينز على فكرة، قليل كتير، بس هول أكتر ثلاثة عم حبهم فحضبهم. جايز انا حنام لانه كتير تعبت. اول ما في تكفل كم شي اللي بقى حاعطيكم ابديت. هاي جايز صباحو، الساعة 12:15 وانا فقت من شي ساعة، تحممت وهلا بدي كفي ضب، عم بنتو شعري ينشف شوي بعدين حنشفه وضب السشوار معي. هون خالصين وحطيت ماي ميك اب، فبيكون من ورا هيك، من قدام هيك، و بحس شنطتي حافرجيكم شو حطيت بقلبها. اوكي سو بقلب شنطتي معي 2 برفيومز تحت الخمسين ملي لانه ما بيخلوني طلعهم، وانا كتير بحب برفيومز، فهون حاطه 2 وبالشنطه يمكن 3 بس الكبار. بعدين عندي ديسبوزبل وعندي هيدي الكاميرا كانها فيلم قديم. عندي باور بانك وسماعاتي، ماي ايربودزات ضاعوا سو عم بستعمل هول. اوكي ما بحس بهمكم، بس بتعرفوا انه بزيت هذا النهار اللي لما رحنا على المطار وكل شيء كنت عم خبر زينه انه ما عم دورت على ماي ايربودز كل مكان امبارح ما كنت لاقيهم. قالت لي يور ايربودز عندي، كان صار له ماي ايربودز صار له 3 شهور ضايعين، بس انه انا امبارح عن جد قاعد ادور لكمال السفره وما فكرت تقلي. وانا جيت عندها لاتجهز انه اخر شيء فاينل قبل ما نرجع نفل على المطار، فكرت تقول انه ماي ايربودز عندها يعني نحن مسافرين. بليز كريم ومصاري ماي كارد هولدر، وبعدين بهيدا السحاب في باسبوري والحجز وهالاشياء، وايبادي هون. جايز باي ذا واي انا صرت عن زينه، هلا ام دوينج فاينل تاتشز وحنروح على المطار الساعه 2 وطيارتنا اتفاق، بس حنروح شوي بكير لانه كثير عجقه اليوم. Hi guys, boarding time. PBIS gang. Guys, can you hear me? We landed. We landed. كل الباجز اجوا ليتلي كلهم الا لك ما عاش في ولا باج، وجانس باج ما اجى. بعدين وي توك تو ذم اند وي تولد ذم انه يعني وين الباج، فدي سيت في ومر باج بعد ما طلعت وات بلاك، وفي تو فاميليز ويتينج، تو فاميليز ويتينج فور ذا باج، وهن بلاك وجانس باجز بلاك. فنحن وصلت الباج جنى قالت يعني كان تنج... لا اسمعي المفروض العالم تعرف ذير باج رايت، فجنى راحت تشوف هير باج قلت لها اسمعي لا مو مالي اي ديدنت لوك ات، ولا قرينا النيم ولا اجتنا على المغني جايز بيس ححط لكم كليب مع بعض. يعني احنا المفروض خلصين من زمان، خلصنا يمكن فيرست 7 مينيت جنى، بس لاست جنى، ولانه ايه قبل لما كنا بالكويت صار شيء مشكله بالتيكت، فوثوت انه لك جنز باك بعدها بالكويت. بقى ام باي جايز، المهم وي ميد ات جايز، وي ميد ات.
بعد ساعة وشوي بليز. جوي الله جايز روم شو اوتيل تور اي لاف ات جايز. انا وزينة اخذنا هاي الروم. شوفوا جايز نعمل كل روم تور. شوفوا زينة يعني اذا ام تيكينج ا شاور انفك هاي الدمان. ليش مفتوح جايز؟ شوفوا هون الشاور وحمام. جايز احنا جينا على الاوتيل وانا لبست هودي مع شورت لانه شوف بس في هواء. انا جينا نتعشى الساعة 11:15. هاي جايز، احنا رجعنا من جي بي اير. انا بدي ضب اغراضي سو بلشت ضبط ماي غزانة. Guys, I'm خلصت unpack تيابي. هلا عم حط السكين كير واشياء الحمام يعني. So yeah. Okay. Guys, حطيت غراضي. هلا عم فضي بعد كم شيء. شوفوا my clothes. Okay. حطيت تيابي. بعدين hoodies وهيك. بعدين في هون جينزات وشيرتات وفي هون اشياء للاصبع وفي هون كلودز للجيم واخر شيء هون بيجاماتي. جايز لبست بيجاما. بدي اشيل ماي ميك اب واعمل ماي سكين كير ونام. جايز الساعة هلا 3 ولازم نفيق بعد 6 ساعات. فهلا حنا ساعات انتي 5 انا حفيق بعدك بشوي لانه زينة بتتجهز اول بعدين بتفيقنا. جايز بحس اي ويل اند هيدا الفلوج هون وبعدين الفلوج بكل انه الاسبوع اللي حكون فيه بدبي حصوره فيديو تاني. هيدا كان مثل السفرة وبس اول كذا ساعة هون. سو يا سي يو نكست فيديو.